واحد القضيه واحد المعاناه اللي تيعاني صعيبه بزاف، ما تقدروش تشوفوا يديه رجلي عفوا رجليه ورا السلسول ديالو، يعني واحد المعاناه كبيره. لا اله الا الله محمد رسول الله. وطيحنا ورشانا وما صرنا لي جهد. الله يجعل ربي يشفي حالك. صعيب أننا شتيها بعينيك تألم، فما بالك وليتي عايشه. قال لينا خويا الغالب الله، الغالب الله الدري راه مسكين محطم وحنا كنبكي ومغلوبين وما عندناش، عندنا الله سبحانه وتعالى. قالوا لينا هذاك اللي ريم ولا اسمه قال لك ب7000 درهم، وقال لك حتى شهر 12 العام الجاي، ودابا راه شهر جوج هذا ونبقاو نتسناو فيه هو كيضيع مسكين قدامنا. لا اله الا الله محمد رسول الله. الغالب الله، الغالب الله. الا كاين شي محسنين الله يرحم الوالدين ينفعوا هاد الدري ويعاونونا، يتعاونوا معنا ويتعاونوا مع هاد الدري راه باقي صغير مسكين، وحنا راه لا اله الا الله محمد رسول الله. اليوم حنا في البيت ديال الصديق ديالنا سعد اللي تعرض واحد الحادثه، سقط من المنزل لمده ديال 3 شهور دابا، واليوم الاسره ديالو كتناشد المحسنين بانهم يتعاونوا مع هاد الشاب اللي هو 3 شهور، مده ديال 3 شهور كما تشوفوا هو ناعس في الفراش ديالو، لدرجه انه تيتالم وانه طاب من التحت وانه سميتو باغي يدير لي ريم والاسره ديالو ما عندهاش. اليوم تنتكلتمسوا المحسنين يعاونوا هذا الشاب، لانه لقاو واحد في التحاليل، لقاو واحد بحال الشريحه في السلسول ديالو اللي هي اللي كتمنع انه يوقف، بغاو يعرفوا ديالاش. مشاو للسبيطار ديال الدوله، خرجوا لهم رونديفو حتى شهر 12 ديال العام الجاي. وكيفاش الدري بقى حتى شهر 12 ديال العام الجاي وهو تيتالم وكيتوجع، يعني صعيب شويه الحال. ومشاو سميتو للقطاع الخاص، قالوا لهم 7000 درهم، هو الدري يتيم كيعيش غير هو وباه في البيت، ما في حالهمش، يعني الانسان ما عندوش الامكانيات، بالاضافه انه خصو يدير شي ليباري ديال الدوره الدمويه، واللي هما ما عندهمش في الاستطاعه ديالهم يشريوه. يمكن نجد المحسنين والناس ديال قطاع الصحه بانهم يقدموا يد المساعده لهذا الشاب اللي هو في مقتبل العمر باش يداوى ويوقف على رجليه سميتو، باش يعاون الاب ديالو اللي هو واحد الشخص مسن. تألم قدامه اخويا، كانت تألم قدامه، والله الا كانت تألم بالله. اش غنقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله. ما عدناش، ما لا اله الا الله محمد رسول الله، ما صرنا ما نبيعوا، ما صرنا ما ندخلوا، ما صرنا باش نعاونوا. كنتالموا كنبكيو ونحايزين امورنا الله. الله يجعل ربي هو يعفو عليه ويجيب الناس ويحنن عليه القلوب ويعاونونا ويعاونوا هاد الدري هذا، يتعاونوا معاه مسكين تيوقف على رجليه كاع تقشروا، وعدوا ضربه بالسلسول، عدوا كل شيء، كنجريو به كامل على بيلانس، كنمشيو والله الا كنمشيو ب 5000 ونرجعوا ب 5000 10000 ريال، هم يمشيو ما يقلبوه ما والو، يخرجوا لينا الدواء كنجيو كنشريو الدواء. ولا اله الا الله محمد رسول الله. واحد القضيه واحد المعاناه اللي تيعاني صعيبه بزاف، ما تقدروش تشوفوا يديه رجلي عفوا رجليه ورا السلسول ديالو، يعني واحد المعاناه كبيره. صعيب اننا شتيها بعينيك تألم، فما بالك وليتي عايشه. فرجاء انتم كنتامسوا من المحسنين انهم يدخلوا على الخط الى هذا الشاب اللي هو باقي في مقتبل العمر، يعاونوه ويشدوا بيديه، وخصوصا الاب ديالو كبير في السن ما عندوش واحد الدخل، يعني صعيب الحاله كتألم. كنتامس من المحسنين انهم يتعاونوا مع هذا الشاب، والله لا يضيع اجر المحسنين. غادي ديروا قدام لله لسبيل الله. هاد الدري ما كرهناش ليه، حنا ما صرناش ليه الجهد، ما صرناش ليه الجهد، الجهد الى جهد اللي خالقنا. هاد الدري راه ضايع، هاد الدري راه ضايع، وطيحنا ورشانا وما صرنا ليه جهد. الا كاين شي محسنين ولا كاين شي محسنين وعظامهم في الجنه، عندهم قصر في الجنه، نطلبوا الله يخلي لهم وليداتهم ويصلح لهم ما خدموا في الدنيا، ونطلبوا من الله سبحانه تبارك وتعالى يوقفوا مع هذا راه عيتيم باه قليل شي، ما صاب ليه جهد، تلاح في السبيطار 3 ايام ولا 4 ايام،
جات لها حنا شهرين اما 3 شهور راني ما عارفاش وما حاسباش نشوف شنو كاين. وهاد الدري بغيناكم توقفوا معاه وقفه ديال الناس واللي محسن يصيفط لي شي حاجه واللي ما عندوش يوقف معاه تيدير العمليه. نطلبوا من الله سبحانه تبارك وتعالى الله يوقف معنا ومعاكم، ونطلبوا الله يحيد علينا هذا الوباء، والله يعمر ربي نصر سيدنا، والله يزيد في عمره، والله يصلح لي وليداته، يشوف من حاله ولا تبلغ بهذا الخبر. نطلبوا الله سبحانه تبارك وتعالى، نطلبوا الله سبحانه تبارك وتعالى الله يشافيه ويداويه في الغيب. رحنا مضرورين من جهه هاد الدري، راه جارنا ما صلنا ليه كتاف وما صلنا ليه جهده وليدي. هذا الشيء اللي نطلبوا عند الله، والله يسهل عليكم، والله يداويكم في الغيب، والله يداوي تو في الغيب، والله يشافيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.